بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، ينطلق شوط جديد وهو الشوط 13 في صباح هذا اليوم. مباشرة نسير بكم مع المقدمة والصدارة، التواجد من الشهامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري، بينما ثاني المراكز الوصول من مياسة اضحي بن جمعة بن تميم المهيري، ضاحي بن جمعة بن تميم المهيري، بينما ثالث المراكز الوصول من غبل أسياد سالم بن علي بن سلطان السبوسي، بينما المركز الرابع الدخول من غبل جبارة سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي. نداءنا الأول للأربع المراكز الأولى، ونعود إلى المقدمة والصدارة إلى المركز الأول. شامة يا شامة، كاسب بن سالم بن كاسب المسافري من يدفع بهذا الاسم العملاق، بينما ثاني المراكز أسياد سالم بن علي بن سلطان السبوسي، بينما ثالث المراكز الوصول والدخول براق دويس بن محمد بن مبارك الشامسي، بينما المركز الخامس الوصول من قبل مفاوضة مبارك بن سيف محمد بن مبارك بن سيف الجزع الكتبي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، ومع التنافس مع المقدمة التواجد من قبل شامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري. ثاني المراكز أسياد سالم بن علي بن سلطان السبوسي، بينما نقلتنا إلى المركز الثالث الوصول من براقة دويس بن محمد بن مبارك الشامسي، والمركز الرابع هناك جبارة سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي، والمركز الخامس الوصول من قبل مفاوضة مبارك بن سيف الجزعي الكتبي. ونعود بكم متابعينا الكرام إلى المركز الأول من جديد. وصلنا إلى اللائحة 1200، ما يفصلنا عن خط النهاية وعن الناموس، ولا زالت شامة مسيطرة على المركز الأول مع كاسب بن سالم بن كاسب المسافري. الله يا المسافري الله، روح وخلك في الكادر العالي، روح وخلك في الكادر العالي. بينما ثاني المراكز، شوف اللي متحركة، شوف اللي واصلة، براقة دويس بن محمد بن مبارك الشامسي، بينما ثالث المراكز تصل الآن أسياد سالم بن علي بن سلطان السبوسي، ورابع المراكز الله 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 الله، مفاوضة مبارك بن سيف الجزيع الكتبي، بينما خامس المراكز الوصول من جبارة سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي. نداء، نعود إلى المقدمة الصدارة، روح اللي بالناموس، روح اللي بالمركز الأول بالـ400 متر الأخيرة. وين لكن شامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري، لكن شوف الواصل، شوف اللي غير إلى المركز الأول، مفاوضة محمد بن مبارك بن سيف الجزيعي، ولكن شوف براقة دويس بن محمد بن مبارك الشامسي، لكن شوفوا مفاوضة مبارك بن سيف الجزيع الكتبي، ولكن براقة ثنائية جميلة، ثنائية ولا أروع، تهانينا والناموس إلى سلام زاخر سلام، تهانينا والناموس براقة دويس بن محمد بن مبارك الشامسي، بينما ثاني المراكز الوصول من مفاوضة مبارك بن سيف الجزيع الشامسي، وثالث المراكز الجزيع الكتبي، ثالث المراكز شامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري. التوقيت يا اللي بالتوقيت 4:45. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.